الحقيقة يعني المنتظرين لهذا اللقاء كتير جدا، منتظرينك في البداية 17 مش 17 مليون ولا 17 مليون. هو اتعمل مسح شامل في مصر في 2009 وبنعمل مسح تاني في 2015. النسبة 2009 كانت 10% من الشعب المصري حامل لفيروس سي او تعرض يعني لفيروس سي، 8 مليون و700 ده تعرض لفيروس سي مش مريض بالكبد. تعرض يعني ايه الفرق يا فندم؟ واحد ممكن يبقى عنده تعرض لفيروس سي وعنده فيروس سي فعلا وكبده سليم، واغلب المرضى بهذا الشكل. يعني مش كل مريض عنده فيروس سي مريض بالكبد، او مش كل شخص عنده فيروس سي بس ممكن في اي لحظه ينشط هذا الفيروس. بيحتاج متابعه طبعا، لكن قصدي مش عندنا مرضى الكبد من فيروس سي في مصر يعني حوالي مليون مليون شويه، مش اللي هو الكبد اللي فيه تلف، لا اللي فيه التهابات كبديه او تلف كبدي او فشل كبدي او اورام في الكبد، يعني بكل ابعاد الكبد، لكن مش 20 مليون واحد عنده تلف في الكبد ولا حاجه يعني. طيب احنا فندم خدنا العلاج اللي هو السوفالدي، كنت بتحب انا اول حاجه ده بحضرتك اشارت يعني هو مش علاج جديد لفيروس سي، هو في علاجات كتيره لفيروس سي، ودي نقطه هامه جدا ان الناس ما يجيلهاش هلع ان انا ما خدتش علاج دلوقتي انا مش هتعالج خلاص اطلاقا. يعني احنا بدايه العلاجات فيروس سي عن طريق الفم هو سوفالدي، عن طريق الفم اللي كان بيتعالج قبل كده كان فيروس سي عن طريق حقن اسمها انترفيرون. الحقن دي كانت بتهد الحلقه جدا وكان حقن دي عيوبها كثيره جدا، لكن ده كان متاح. كنا بندي حقنه في الاسبوع لمده سنه مع اقراص اسمها ريبافيرين، وكانت حقنه دي ليها اثار جانبيه شديده، ولكن في النهايه ده كان متاح وكان نسبه الشفاء كان بحوالي 40-50%. والدوله تدخلت من ايام 2007 وبشكر وزير الصحه الايامي دكتور حاتم الجبلي هو اللي عمل المشروع ده، ان ابتدينا نعالج الناس على فكره الدوله، وبالفعل عملنا اكبر مشروع في العالم لعلاج فيروس سي في مصر من 2007 ل 2014. ولكن باعتبار احنا رقم واحد في طبعا احنا للاسف احنا في المركز الاول، احنا المركز الاول احنا وكاميرون ومنغوليا باكستان وباكستان وجورجيا، يعني في بتاع 7-8 دول في المركز الاول يعني. الفكره طبعا العلاج بالانترفيرون ده مش علاج مثالي، والعالم كله وشركات الادويه العالميه بتدور على علاج افضل. العلاج الافضل لازم يكون بالفم مش بحقن، استجابه اعلى بكتير من 50%، بدون اثار جانبيه، يؤثر على كميه فصائل فيروس سي. فيروس سي له فصائل، له 6 فصائل، يعني في انواع، يعني فيروس سي اللي في مصر غير اللي في امريكا غير اللي في اوروبا غير اللي في مثلا في الخليج.